انا نزلت نضة، ابني كان قاعد هنا المطلوب، هو واحد وشاب اثنين مطالب، بقول له شو بتساوي؟ قلت طب انزل على المحل. قال خلص انت روح انت ما عليك. نزلت على المحل، فتحت المحل، فتحت عشرة وطلت قاعد بشرب قهوه، لقيت جيش قبالي فايتين من البلد من خط الجريمه، قلت هذول عندي على الدار، اشغل السياره الثانيه اضم فايت الحزبي، دقوا بعض بسلاحين. هاي اللي صار. التفجير عن طول البرجة هاي لقم الضوء عليه، قتلوه جوا. الساعة 6 تقريبا الصبح وحدات خاصة فاتت بسيارات مدنية حاصرت المخبز والمنزل اللي فوق المخبز، من جميع الجهات حاصروا وبلشوا إطلاق نار كثيف على المنزل من دون أي مقدمات. يعني الشاب بالدار ما بادرش ولا بأي شيء، مباشرة أطلقوا، ما نادوش عليه إنه يسلم حاله أو إنه يطلع من الدار، ما بلغوش حدا يطلع من الدار. صاروا يطلقوا نار على قلب الدار، بعدين جابوا شابين ربطوهم وقعدوهم بحدنا، احنا العمال قاعدين كلياتنا طلعونا من المخبز وقعدونا، جابوا شابين ربطوهم. بعد 10 دقائق تقريبا ربع ساعة اجى الضابط بكل الشاب اللي قاعد، قال له احنا قتلنا اخوك داخل المنزل، بتطلع معانا بديش اسمع صوتك ولا اي كلمة. حطوه بقلب الجيب وبلشوا فيه ضرب، سامعين صوته، هو يعني صوتهم هم يضربوا فيه.